لم يعد هناك مثار للشك في أن عالم ما بعد اللقاحات سيختلف تماماً عما كانت عليه وضعيته قبل عام أو يزيد من الآن. عام وبضعة أشهر عانت فيه قطاعات الحياة لحظات ضعف ووهن وترقب وقلق، كان العنوان الأبرز فيها هو التحديات، خسائر مالية واقتصادية فادحة وأخرى أشد إيلاماً في الأرواح، عمليات إغلاق وتقييد للحركة، وإجراءات واحترازات غيرت مجرى القناعات. وفي القلب من كل هذا بدأت الحكومات والدول بل والشركات والأفراد إعادة توجيه دفة النظر في السلوك الاقتصادي، بحثاً عن طاقة نور في آخر نفق الأزمة المظلم، مدعومة بمساع حثيثة لتعبيد مسارات الخروج الآمن نحو فضاءات التعافي وتكوين مناعة اقتصادية مكتسبة تعيد للحياة الاقتصادية ما سلب منها. ومن ووهان الصينية منبت جائحة كوفيد-19 وحتى مسقط العامرة التي تحتضن اليوم أعمال الدورة العاشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي للعام 2021، تسارعت خطى العالم لدراسة وتحليل نواحي القصور والخلل والأسباب قبل التداعيات، وبرز السؤال الأكثر إلحاحاً حول التوقيت الزمني الأكيد لتحقق طموحات العودة باقتصاد معافى ينمو إيجابياً وتبدأ معه عجلة الإنتاج بالدوران مجدداً، ليس فقط لتدارك التأثيرات السلبية للتداعيات وإنما للانتقال نحو المنطقة الخضراء، حيث ابتكار الفرص وإعادة هيكلة الإنتاج ورفع مساهمات القطاعات التنموية المختلفة وإغنائها بالمكونات التقنية والتكنولوجية اللازمة، وإقامة العناقيد الصناعية وخلق وإدخال صناعات وطنية جديدة تمتلك فيها بلادنا مزايا تنافسية تمنح قيماً مضافة لمنتجاتنا الوطنية وتعزز قدراتها في الوصول إلى أسواق العالم المختلفة. فقطاع الصناعات الوطنية اليوم معول عليه قيادة دفة الخروج من فوهة الأزمة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأساس، فبه تتحقق خطط وبرامج التنويع الاقتصادي ويتحقق الاكتفاء الذاتي وتتحسن الموازين الاقتصادية وتزيد مستويات الدخل الوطني وتحل مشكلات عجز ميزان المدفوعات وترتفع السيولة المالية المحلية، إذ إن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان الاقتصادي والاجتماعي وخلق وتوفير مزيد من فرص العمل للباحثين عنها. وبلا أدنى شك يقدم القطاع الصناعي اليوم نفسه كأحد أهم القطاعات المستهدفة في الرؤية الوطنية المستقبلية عمان 2040، وهو ما يعول عليه المجتمعون على مائدة نقاش هذا المنتدى اليوم للاصطلاح على موجهات جديدة تمنح هذا القطاع الواعد الكفاءة المطلوبة كي ينطلق نحو آفاق أرحب ويحقق مزيداً من الإنجازات لمكافأة آمال وطنية معقودة على انتقال حقيقي وسلس نحو مصاف الدول المتقدمة في العام 2040.